afternoon, everybody, and it's an honor and pleasure to be with you this afternoon for this very important topic. But let me have my speech in Arabic, please. So if you need to have the translation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا الموضوع المهم الخاص بـ Transfer Price. خليني أبدأ بصفة عامة كحكومة مصرية وكوزارة مالية إحنا بنتحرك منين؟ الحكومة المصرية بدأت سنة 2016 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل بيهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام يجني ثماره جميع طبقات المجتمع. الحكومة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات المالية الاقتصادية بنجاح كبير، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تلقاه برنامج الإصلاح من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى شركائنا الرئيسيين الداعمين لمسارنا الإصلاحي وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، نظام التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي. هذا البرنامج يقوم على أربع محاور رئيسية. المحور الأول هو استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد وظائف حقيقية وخفض معدلات البطالة. المحور الثاني تعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. المحور الثالث تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية لكافة طبقات المجتمع خاصة الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكة أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا. المحور الرابع وهو خاص بوزارة المالية هو تحديث النظم الضريبية والجمركية بهدف تعظيم إيرادات الدولة إلى جانب ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات المالية للدعم. بتؤكد أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية خاصة في الخمسة شهور الأخيرة على أننا بنسير في الطريق الصحيح، حيث أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي شهدت نجاحا حقيقيا ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت معدلات النمو، انخفضت معدلات البطالة، وزادت الاستثمارات، وتحسنت مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية. من المهم التأكيد في هذه المرحلة على أن الحكومة المصرية ملتزمة التزام كامل وتام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، يؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، وقادر على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب إلى سوق العمل. كما يمثل تحديث النظام الجمركي والضريبي محوراً أساسياً في برنامج الإصلاح، حيث نجحنا خلال العامين الماضيين في تحديث نظام الضريبة على القيمة المضافة والذي أدخل كثير من الخدمات في نطاق الضريبة على القيمة المضافة. كما نعمل في الوقت الحالي على وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتبر السياسة الضريبية الواضحة والمستقرة عاملاً لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل ودعم التنمية. وتقوم محاول إصلاح الضريبي لوزارة المالية على النقاط الآتية: 1- توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحديث التشريعات الضريبية والسياسات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، دون أن يترتب على ذلك زيادة الأعباء الضريبية أو زيادة في سعر الضريبة. 2- زيادة كفاءة وفعالية نظامنا الضريبي من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، ونسعى إلى إنجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لأحدث المعايير الدولية خلال هذا العام. 3- السعي لإصدار قانون الفاتورة الإلكترونية وقانون الضرائب على الإعلانات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً قانون التجارة الإلكترونية. 4- إدخال تعديلات أو إصدار قانون بديل لقانون 91. لما يعني أنا عاوز أقول الحتة ديت، إحنا كان في
جات لنا بعض الملاحظات متعلقة بقانون 91 لسنة 2005